الشواهد ولقاو الوزاره كديروا لي زوبستاكل باش تحرموا من حق مشروع. اليوم حنا بصفتنا التنسيق النقابي لموظفي وزاره التربيه الوطنيه حاملي الشواهد العليا، مطلبنا بسيط جدا. المطلب ديالنا هو تمديد وتعديل المرسوم رقم 211623 اللي انتهى العمل به في ديسمبر 2015. علاش تمديد وعلاش تعديل؟ هذا سؤال تطرحوه سواء المهتمين المتخصصين في الميدان سواء الناس اللي سمعوا بهذا المشكل ديالنا. كما تعرفوا ان المباراه ديال التقييم بشهاده وتغيير الاطار كانت في 2015، كان منها راسبون هما ضحايا ديال هذه المباريات، كان منها مقصيون منهم مهندسو الدوله، منهم حاملو الدبلوم الجامعي، ومنهم ماستر مصر. الوقفة نظمت من طرف التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد العليا من أجل فتح الترقية بالشهادة وتمديد المرسوم 211623 وتعديله ليشمل كل الفئات والأطر من مهندسين وحاملي الدبلوم الجامعي وحاملي دبلوم مصر من أجل الترقية وتغيير الإطار باعتباره حقا منشودا من الحقوق الأساسية. هذا وأن التنسيق النقابي يؤكد للمرة الألف أنه لن يتراجع قيد أنملة حتى تحقيق هذا المطلب، ألا وهو تمديد وتعديل المرسوم من أجل الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة. احنا تنسجلوا هذا الشكل نضالي احتجاجا على إقصائنا في المباراة السابقة للترقية، بدون رغم أن المباراة يعني دازت بشكل شكلي وهذا في جميع المراكز، إلا أننا تنتفاجئوا في مركز بني ملال وفي مراكز ديال أكادير بأن عدة أسماء غير والدة في لائحة الناجحين. لذلك كنطالبوا الوزارة أنها تلقى لنا حل ديال المباراة استدراكية. أين محلنا من الإعراب؟ علاش حنا تقصاو بالنسبة للآخرين اللي استفدوا من الترقية وفحالنا فحالهم؟ هذا حق دستوري، إذا خص تكون المساواة وخص يكون العدالة في توزيع الحقوق.